مع فتيات بنها. ايوه طيب ما شاء الله، انت يعني خدت مركز ثاني على الجمهوريه بقسم الادب. الحمد لله. الف الف مبروك، وما يعني مجموعة ما شاء الله 97 و62 من 100%. ما شاء الله ما شاء الله، طبعا انا عليك بنفسي يعني. ربنا يبارك لك يا رب. الف الف مبروك. الله يبارك الله. فيك. الله شد حيلك كمان في الكليه كده، عشان يعني ان شاء الله يبارك مستقبل بعيد في الدنيا والآخرة إن شاء الله. يا رب. سامي من عندك من الأسرة؟ ماما. كلم والدتك. أيوه أهلا بحضرتك. ست مريم ألف مبروك يا مريم. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك. الحمد لله ربنا يعني سلمك تعبك، أو يعني بالنجاح الباهر ده والتفوق. الحمد لله، جزاك الله خير، ربنا يبارك لك يا رب. شكرا لك، شكرا لك.